كانت واحد الجمعيه، واحد الجمعيه كتنهب ونصبات على الناس، كانت مغليه عليهم الماء بزاف، دايره واحد 16 درهم خدمات الجمعيه و15 درهم سعر الوحده. هذه واحد السنين ديال تقريبا جايه لواحد 20 عام من 2006. حنا كنهب هذه الفكره ديال تنهب راه تحمل فيها المسؤوليه. وكنعيشوا هذه الظاهره، كنعيشوا هذه الظاهره مده طويله. يعني ما كيديروا لا جمع عام، كيزيدوا عليك يعني زايدين عليك في الماء، كتخلص 15 درهم وكتخلص 16 درهم سعر 15 درهم سعر الوحده و16 درهم خدمات الجمعيه. ها هما لي فاكتور اللي عندنا، وكيجيونا فاكتورات مضوبلين. وناضوا الناس كانوا بغاو يدخلوا لنا الماء هنايا، وناضوا منعوهم، داروا لهم تعرض، ناضوا داروا لهم تعرض، نادوا الناس هنا. الناس غيدخلوا الماء والجاج مثلا، كانت هاد الشركه بغات تدخل لنا الماء هنايا، يعني داروا واحد الفان هو كاين غير الفوق اسيدي، هو كاين طلعنا تما كاين غادي نلقاوه، كان غير خص يتم الاشغال تهبط لتحت صافي، يديروا لك كوندويت صافي، ويديروا البرونشمان للناس كاملين ويدوزوا لهم الماء. هما ناضوا من العوم، قالوا رئيس جماعه الضرب وعزه، قالوا لي بان حنايا جمعيه وهذه اش كاين اش كاين ما تخليهمش يديروا. ملي جينا كنهضروا معاهم مع الناس هنا، قال لك عندكم واحد الجمعيه تما كاين داير لنا تعرض، حابسه هنا على هاد الاشغال، قال لك ما ديروا غير 5 متر ديال الكودرون، هي هذه اللي كتشوفوا قدامكم. هيا فاش داروا 5 متر ديال الكودرون، عاد هادشي اللي كتشوفوا فيه هنايا، تنضنا دخلنا ودرنا واحد الشكايه لسيد العمل، عاد جاوا قادوا هادشي وخرجوا دوك البوطوات، راه هما فين هما؟ هذاك هو باقي في الطريق. فاش خرجوا داك البوطو كساكنه اللي فهمت منكم انتم كساكنه عندكم مشكل مع هذه الجمعيه؟ عندنا مشكل مع هذه الجمعيه بالفعل، لان هي تقول على حساب الهضره ديال انعاتكم تعرضات انه يتم الربط هذا الدوار. هذا شحال فيه ديال السكان؟ هاد الدوار فيه تقريبا شي 100 ديال الناس، 100 ديال الساكنه اللي كاينه هنايا تقريبا ابوبخي. دابا انتم مازال عندكم مشكل ديال الماء؟ يعني باقي عندنا حنا المشكل، ما استفدناش من برنامج انماء، وقمت بالتسجيل ديالهم في برنامج انماء، ولكن اللي حددت واش انت عندك توكيل ديال الساكنه؟ عندي توكيل ديال الساكنه في هذيك الفتره، وملي داروا لي التوكيل هاد السكان بديت كنخدم على هذا الموضوع. جات الجمعيه كتهاجمني، وجاو كيهاجموني هنا في لاتولي ديالي، هو هذا لاتولي ديالي هو هذا، ما كانوش عندي لي كاميرا سيرفايونس هذيك الساعه، كيجيو يهاجموني هنا، ورجال الدار كلهم في العلم ديالهم، وكاع السلطات المحليه في العلم ديالهم. عندي محاضر، عندي عده محاضر. تعرضت في الامام في لاتولي ديالي وفي المنزل ديالي، هنايا كيجيو يهجموا عليا من الفوق وكيهجموا عليا من الفوق من التحت الثاني. يعني بحال ما بغاونيش انا نكون ندافع على هاد السكان، بغاو يبقاو غير هما جمعيه، يبقاو غير كينصبوا على الناس ديما بهذه الطريقه. وتا دوك اللي فويت اللي كيكونوا كيديروا لهم ديما غير المطاط، كيديروا غير الجلد، ما كيديروش داكشي، ما كيريباريوش كيف ما خاص يكون، كيريباريو كيديروا غير الجلد ويدوروه، وبالليل كيقطعوا على الناس الماء. بالليل ديما بالليل مع ديك التسعود كيقطعوا عليك الماء، ما كيبقاش عندك الماء نهائيا. والاغلبيه في هذا الشيء هو كاين بعض الناس، دابا كنا خلصنا 1800 درهم لكل كونتور، وكنلقاو بعض الناس اخرين اللي من الاطراف ديال الجمعيه ما كيخلصوش الماء، ودايرين اربعه ديال لي كونتور خمسه في الدار ديالهم، يعني كونتور جار منه اربعه الكونتورات اخرين. وهذوك لي كونتور اخرين لاش دايرهم؟ دايرهم السكان اخرين كاري ليهم، باني دويرات عشوائيه وكاريهم السكان اخرى، يعني كيبيع كيتاجر كيبيع ويشري في الماء. ومن الجانب الاخر كانت واحد المقهى، وكنعرفوا المقهى الماء ديالها كيكون طاكسي، كيكون زايده فيه التيفيا، حتى هو كان كيستافد خدام به، كيبيع ويشري به لحد يومنا هذا. دابا هاد المقهى كاينه تما، كاين بقى مستافده من الماء ديال الجمعيه، ودابا غيروا داروا شي كونتور اخر، داروا في اسم ديالهم هو اللي طالقين منه هادشي كامل. يعني ملي مشينا لديك حنايا عطاونا كونتور في السميه ديال السماعيني، وكونتور اخر عطاوه لنا في السميه ديال، يعني جوج كونتورات. بالنسبه الجمعيه كتعدي جميع المستحقات اللي عليها، ولا ملي مشيتوا مثلا لديك وقالت لكم لا راه الشركات المتعدده التخصصات كتسال هذه الجمعيه؟ هذه الجمعيه سيدي الناس كيخلصوا لها نسبه كبيره من الناس، نسبه كيخلصوا فترة كيخلصوا. دابا حاليا كاين البعض كيخلص والبعض ما كيخلصش، يعني ملي ولا التخلويط بزاف الناس حبسوا الخلاص. يعني هذيك الفترة بالاخص ملي بغاو هاد الناس يقضوا هاد الطريق ويدوزوا فيها الماء، ناضوا الناس داروا واحد الوقفة احتجاجية هنا، ناضوا هما سيدي جاو كيعرضوهم. ملي جاو كيعرضوهم قالوا لهم سيدي شوفوا راه حنايا خلصنا واحد 50 مليون، راه شوفوا راه من هنا لواحد الشهر غيدخل لكم الماء.
الناس سكتوا ومشاو وريحوا، بقاو كيتسناو في هذاك الماء غادي يجي اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا. جينا كنشوفوا كنلقاو داك الماء سيدي راه ما كاينش، ما كاين منه حتى شي حاجه. نضنا طوعنا مشينا لليديك، مشينا لليديك جبنا الغولفي ديال هاد الكونتور، ها هو عندي هنايا الا بغيتي تشوفوا غادي تشوفوا. جينا كنلقاو فيه سيدي من 2016 حتى 2018 كنلقاو فيه غير 81000 درهم وشي حاجه، شي 8 المليون وشي حاجه. هما كقالوا لنا في 2018 خلصنا 50 مليون، حنا كنلقاو عندهم الدين ديال 2016 باقي عندهم. 2016 كنلقاو فيها شي شهر، و2017 حتى فيها شي شهر، و2018 فيها شي 5 اشهر. هما عندي هنايا عندي غولفي ديال لي زامبي ديالهم. خلاص شنو المطلب ديالك؟ لانك ديجا المطلب ديالنا هو شنو هو؟ كنطلبوا من جماعه دار بوعزه ومن المسؤولين ومن السيد والي جهه الدار البيضاء الكبرى يدير واحد التدخل عاجلا بالاخص في هاد الدوار ضويو، لان في هاد الدوار ضويو دابا ولينا كنعيشوا صراعات بزاف، ولاو كيأذيونا اكثر من القياس. يعني شنو ولا طاري دابا؟ القيد ولا كيجي كيطاردنا، القيد ولا تابع مع ماشي طرف، ولا شنو هو كيجي باش يحبس هاد الاشغال. مشينا درنا عنده شكايه قال لي هاد الاشغال واش عندها شي ترخيص؟ ما جاوبناش، ما عطانا حتى شي جواب لحد الان، ما عطانا حتى شي جواب. الحاجه الوحيده هو اللي قال لنا هو قال لك انتم كتحبسوا هاد الاشغال. وحنا درنا واحد الشكايه مؤخرا، عطانا جاوبنا سيد الباشا قال لنا بان هذاك الدوار مدرج ضمن العديد من الدواوير باش يكون عندهم تزويد بالماء الصالح للشرب وعن قريب. وكنعرفوا بان شركه ليديك بانها خرجت ما بقاتش حاضره دابا، ولات شركه متعدده الخدمات هي اللي ولات في رومبلاسون ديالها. يعني هي باقي مع التعديلات اللي خدامين فيها دابا، يعني باقي عندهم شله ديال كنعرفوا ملي كتعاود واحد البيرو ببيرو اخر اشنو كيكون واقع. الى الاشغال توصل الام ام بي ديالك شنو ردت الفعل؟ ردت الفعل يعني خصنا واحد الترخيص، ضروري يكون عندنا واحد الترخيص لهاد الاشغال، نعرفوا هاد الاشغال اش غادي يديروا هنايا، شنو باغيين يديروا هنا، اش باغي يدوزوا. يعني هادشي واش ما عندكش حسابات مثلا مع هاد الجمعيه؟ ما عنديش، انا ما عنديش، عندي دعوات مع هاد الجمعيه، وحتى في هاد القادوس اللي عندني عندي معاهم دعوات فيه، لان هاد القادوس درنا به واحد الدعوه قضائيه على داك المطاط اللي كيديروا ليه، لان كانوا كياخذوا الفلوس وكيديروا غير المطاط، وعندنا الصور ديالو وعندنا كل شيء، عندنا الدلائل كامله، كل شيء واضح وكل شيء كان في العلم ديالو. هادشي الجمعيه مثلا في رايك فاقده الشرعيه القانونيه؟ ما عندها الشرعيه قانونيه، لان الجمعيه كنقولوا انا كاين جمعيه ما كاينش نهائيا. هادشي هاد الجمعه ما كاينش نهائيا، عمرنا عشناه، ما عمرهم عيطوا علينا وقالنا اجيو نديروا شي جمع عام نهائيا. انت منخرط ملي احنا منخرطين في الجمعيه، ولحد الان كيقول لك حنا الجمعيه راه ما كايناش. يعني ملي دارت لنا الوكاله هذيك الساعه، حنا داروا لنا الناس الوكاله علاش؟ باش نقوموا بمحاسبه الجمعيه ونقلبوا على اصلاح ديال هذا الحي، نجيبوا نخدموا على الماء باش نجيبوا الماء لهذا الحي هذا اللي هنايا اللي كيعاني بواحد المده زمنيه طويله. الجمعيه في رايك يعني ما كدير لها جمعه عامه؟ ما كاينش نهائيا. ما عندها الصفه بانها تحكم. بالفعل بالفعل، لان كتقول لك دابا الجمعيه كنعرفوا الجمعيه خاصها تجيب واحد الترخيص، وتعرف نعرفوها بان الجمعيه هي اللي حارصه على هاد الترونشي. ملي كنمشيو للجماعه ولكن القيد واش ما تدخلش بانه وقف هاد الاشغال؟ القيد ما تدخلش نهائيا، جامي ما تدخلش القيد. مشيت ليه حطيت ليه ديبوزيت ليه شكايه، ما دار حتى شي حاجه. قال لي غادي نستدعيك وغادي نعيط عليك وغادي نعيط على الجمعيه اللي مكلفه، بان الجمعيه اللي مكلفه هي اللي قايمه على الصيانه ديال هاد الشيء هنا، اش كاين اش كاين. ما اتصلش بيا نهائيا، ما عيط ليا حتى شي حاجه. غير اليوم جا شي ميساج، ملي وصلوا شي ميساج جا في الصباح، هنا في الصباح جا هنا هو عندي شادو في لي كاميرا د سيرفيونس. انا ما كنتش هنايا، كنت مشيت عند سيد العامل. ملي جا سيدي هنايا اشنو طرا؟ جا بغا قال لك يدي هاد السياره ديالي من امام البنزيل ديالي، بغا يديها الفوريان، واش له الحق في ذلك؟ قال لك باغي يهز، يعني بان انا حابس ليه الاشغال. يعني والاشغال اللي كنشوفو كيف تشوف معايا، الا بغيتي تقرب معايا هنا، كنعرفوا ان الماء الصالح للشرب خاص يكون عنده واحد لا بروفوندور مينيموم واحد 60 سنتيم، هذه المينيموم باش يكون هابط في الارض. هذا بشحال هابط في الارض؟ هابط غير بواحد 10 هابط غير بواحد 10 سنتيم. يعني هذا القادوس غادي يكون غير فوق الماء، غير قادوس صغير وماشي تصالح للشرب،
وملي غادي تضرب فيه الشمس كنعرفوا غادي يكون خطير شويه وغيكون يكون فيه واحد الضرر، يعني غيولي سخون فيه داك الماء مع الشمس، يعني ما كتراعيش المعايير، يعني المعايير الصحيه ما كايناش فهاد 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 القادوس، ولي زيغو سي تا هما ما كاينينش. الفيديوهات المغربي اليوم.